ارحب بحضراتكم من جديد في رأي عام مع اعلان الكابتن مؤمن زكريا لاعب الاهلي ومنتخب مصر اعلان اصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري او مرض لو جريك المسمى على اسم لاعب البيسبول الامريكي المعروف اللي اصيب بهذا المرض واللي بيعتبر احد اندر الامراض في العالم. في حالة مؤمن وحد مرضه جماهير الكرة المنقسمة طوال حياتها. هذا الحادث أو هذا المرض جعل الجميع يتمنون تقديم المساعدة والدعم للاعب الذي طالما أمتعنا كثيرا بأهدافه سواء كان لنادي الأهلي أو لنادي الزمالك، وشفنا جميع فرق الدوري العام لما بتحرز هدف بيتم الاحتفال به بنفس طريقة احتفال مؤمن زكريا، حتى إن محمد صلاح لاعبنا العالمي لما أحرز هدفه الثالث في مباراة ليدز يونايتد احتفل على طريقة مؤمن زكريا، وهو الشيء اللي جعل مؤمن زكريا حديث العالم كله مش بس في مصر وحدها. ممكن ناس كتير ما تعرفش حاجة عن هذا المرض اللي سمعوا باسمه مؤخرا دون معرفة تفاصيله أسبابه طريقة التعامل مع المصابين به. كل دي أسئلة هنحاول نطرحها على ضيفي الكريمين. هنا معايا في الاستوديو دكتورة ريهام عطية عضو الفريق البحثي لتحديد النوع الجيني لمرض التصلب الجانبي والخبير في تلف الحمض النووي. أهلا بحضرتك دكتورة ريهام. وهينضم لنا عبر زوم من شيفيلد بإنجلترا دكتور شريف الخميسي أستاذ الطب الجزيئي ورئيس قطاع الأبحاث جامعة شيفيلد. مساء الخير يا دكتور شريف. أهلا مساء الخير فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب لو بدأت مع حضرتك يا دكتور شريف، نعرف إيه عن هذا المرض، إيه يعني صفاته، إيه خصائصه؟ الناس يعني بتختلط أو بيختلط عليها الأمر بين هذا المرض وأمراض أخرى، تقول لنا إيه عنه؟ هو حضرتك المرض ده اللي هو التصلب الجانبي الضموري ده مرض أساسا بيصيب الجهاز العصبي، وبالتحديد بيصيب الأعصاب اللي هي بمنوط عنها تتحكم في العضلات والأجهزة الحركية بتاعت الإنسان، وبالتالي بيبقى فيه صعوبة في تحريك العضلات بتاعت الإيد والرجل وبالتحديد عضلات الفك برضو. ولكن هو ما بيصيبش الكوجنيتيف ابيليتيز، يعني القدرة المريض على ان هو يفكر وقدرته على ان هو ياخد بعض القرارات المهمة والكلام ده ما بيصيبوش، هو بيصيب بس العضلات الحركية، وبيبتدي طبعا بحاجات يعني بمظاهر بسيطة وبينتشر لباقي اعضاء الجسم مع مرور الزمن يعني للأسف. بيصيب يعني الكبار الصغار في مراحل معينة مثلا؟ لا، هو هيك المرض ده في منه نوعين، في منه الجوفينايل فورم اللي هو النوع اللي بيصيب الأطفال، وده بيصيب الأطفال بعد ما بيتولدوا في خلال سنة أو سنتين يعني. والنوع التاني اللي هو بيصيب الكبار، والإصابة الكبار الحقيقة ما لهاش عمر معين، يعني زي ما احنا شفنا مؤمن مثلا هنا شاب في العشرينات أو الثلاثينات، في أمثلة كثيرة تانية هاوكنز فور إكزامبل ده كان برضو أصيب بي وهو بيدرس في الجامعة، فلا ملوش علاقة خالص بالتقدم في السن. طيب دكتورة ريهام، يعني حضرتك في فريق بحثي مهتم بهذا المرض تحديدا، يعني النوع الجيني، تحديد النوع الجيني لهذا المرض. كلمينا عن أبحاثكم في هذا المضمار. هو السبب المرض ده مش معروف قوي لحد دلوقتي، بس البحث اللي كان ما بين دكتور شريف في جامعة شيفيلد ومدينة زويل اللي احنا شاركنا فيه كان بيحاول يعني كاركترايز او يعرف نوع من انواع الاسباب اللي بتؤدي للمرض ده، نوع جيني، مرض جيني، وهو ان الخلايا العصبيه اللي هي بتبقى مصابه بيبقى فيها حاجه اسمها
في الحمض النووي بتاعها بيبقى فيها تكرار معين في الحمض النووي. في العادي بيكون لحد 25 تكرار، هي باسمها ريبيت. لكن في الناس اللي بيجيلها المرض ده بيبقى الريبيتس دي او التكرارات دي بتوصل بقى لالافات. فكل ما حصل التكرار ده كل ما زاد، كل ما الـ يعني الكونسيكونسز بتبقى اوحش. بس ما كانش مفهوم ايه التكرار في الحمض النووي ده بيحصل ازاي ليه؟ بيأثر، لا هو ازاي بيخلي بقى الخلايا العصبية دي تموت. فهو ده اللي عمله البحث او اللي فهمه البحث للناس، ان هو لقى ان ده بيؤدي لتلف في الحمض النووي اللي ما الخلية ما بتقدرش تعالجه. وبكده الحمض النووي بيتكسر، بيتعرض لكسور، ما بتقدرش الخلية تصلحها، وفي الآخر بيؤدي ان الخلية بتموت والديزيز يعني بيحصل. دي الأسباب او شرح ازاي المرض بيظهر بالظبط. هو البحث طيب. كان على ازاي المرض بيحصل نتيجه الجينات، الجين التالف ده. المرض ده موجود بندره في العالم، نادر بالظبط. طيب في نادر مصر جدا. في مصر يعني ابحاثكم كان في حالات كتير؟ لا ما كانش، احنا يعني العيانين ما كانوش من مصر، كانوا من انجلترا. لكن هو عامه في العالم هو فعلا نادر جدا، يعني ما بين حاله واحده من حالتين لخمس حالات لكل 100,000. خمس حالات لكل 100,000. خمس حالات لكل 100,000 بني. في بعض المصادر كان مكتوب يعني حاله من كل مليون. هي حالات قليله جدا فعلا، وبرضه ممكن يكون ده نتيجه ان التشخيص بتاعه مش سهل برضه. تشخيصه مش اسهل. طب خليني اروح للدكتور شريف مره تانية في موضوع التشخيص بالذات. دكتور شريف، ازاي نعرف انه الانسان مريض بهذا المرض؟ هو المرض ده طبعا التشخيص فيه منه شقين، الجزء الاكلينيكي اللي هو الدكتور بتاع الاعصاب من خلال فحصه للمريض بيقدر يحدد ان هو عنده الـ ALS او المرض دوت. والجزء الشق الثاني هو الفحص الجيني. طبعا في حوالي نقدر نقول 85% او 90% من المسببات لهذا المرض للاسف ملهاش سبب جيني، يعني ما احناش فاهمين لغايه دلوقتي هي بتحصل ليه. وطبعا يعني ده سؤال كبير لسه كل الناس بتحاول تفهمه، ولكن 15% 10-15% من مسببات هذا المرض بتبقى نتيجه لطفرات في الحمض النووي في الجين. احد هذه الطفرات ومن اكبر الاسباب من ال 15% دول اللي هي الطفره اللي الدكتوره ريهام اتكلمت عنها، اللي هي التكرار في الحمض النووي دوت اللي بيؤدي لحدوث هذا المرض. الجين اسمه C9orf72. فالتشخيص الجيني ممكن يؤكد هذا المرض لو المريض من ال 15% دول. لو ما هوش من ال 15% دول بيبقى بالاعتماد الكامل على التشخيص الاكلينيكي من الاعصاب. طب يعني فترة طويلة جدا مرت دكتور شريف من ساعة ما اكتشف هذا المرض، يعني من سنة 39 او اواخر الثلاثينات يعني لغاية النهاردة. لماذا يعجز العلم، لماذا يعجز الطب حتى الآن عن يعني إيجاد علاج له؟ والله حضرتك ده سؤال جميل قوي، واحنا يعني العلم عجز عن قدام حاجات كتير قوي، لأن المرض دوت أو أمراض الجهاز العصبي بشكل عام فهمها ما هوش سهل، لأن بيتحكم فيها حاجات كتير قوي. ال 85% دول ممكن يكون مسببات من التعرض للملوثات في البيئة، ممكن يكون مسببات لبعض الحاجات اللي بتسبب أمراض السرطان، بس هنا بتسبب مشكلة في الجهاز العصبي. فاحنا مش مفهوم بالظبط ال 85% دول ايه المسببات بتاعته، ولكن الأخبار الكويسة إن مؤخرا في خلال السنة أو السنة ونص الأخيرة حصل طفرة في علاج مثل هذه الأمراض عن طريق العلاج الجيني أو اللي هو اسمه الجين ثيرابي. وأنا كنت قلت لحضرتك أحد أنواع هذا المرض اللي هو بيصيب الأطفال حديثي الولادة اللي هم بنسميه الجوفينايل فورم أوف موتور نيورون ديزيز،
ده أحد العلاجات الجينية تم تجربته وتم بنجاح، يعني عالج هؤلاء الأطفال بنسبة توصل لحوالي 95%. والعلاج الجيني ده موجود حاليا في أمريكا، هو طبعا غالي شوية إنما هو موجود وأثبت نجاح، وده إدى الحقيقة أمل إن إحنا نقدر نلاقي حاجة مشابهة للمرض اللي الكبار. بيصيب الكبار بالظبط كده. طب يعني هل فيه فرق في يعني مسيرة المرض أو شكل المرض بين الكبار والصغيرين؟ هو في فرق جوهري طبعا، لان المرض اللي هو بيصيب الصغيرين المسببات الجينيه بتاعته مختلفه خالص عن المرض اللي بيصيب الكبار. اللي بيصيب الصغيرين بيبقى يعني اكيوت قوي، بيبقى يعني اول ما بيبتدي الاعراض بتبقى في منتهى القسوه على الاطفال، لدرجه ان هو ممكن يتحطوا على فنتيليشن، لان هي زي ما قلت لحضرتك الاعصاب اللي تنفس صناعي. بتتحكم أو التنفس الصناعي وحال الأعصاب، الرئة عادة بيبقى مشكلة في التنفس والنطق والكلام ده. إنما في الكبار الوضع مختلف شوية، لأن هو بيبقى بروجريسيف، يعني بيبتدي بأعراض بسيطة ومع الوقت بتتطور. بيزيد، بيتطور وبيزيد، والمسببات الجينية بتاعته مختلفة عن المسببات الجينية بتاعت الأطفال. ولكن الكونسبت أو الفكرة نفسها بتاعت العلاج الجيني يمكن تطبيقها بسهولة على الكبار. في بعض المحاولات حاليا اللي هي بتحاول تستخدم نفس الافكار دي اللي نجحت في علاج الاطفال في الكبار. نعم. طب دكتورة ريهام، ايه الفرق بين يعني المرض اللي هو مرض اللي احنا بنتكلم عنه التصلب الجانبي الضموري ومرض التصلب المتعدد اللي هو المعروف باسم ام اس؟ احنا بنتكلم عن اي ال اس و ام اس. لا، ام اس مرض مناعي اكتر، يعني في الـ 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 الخلايا العصبية بتهاجم من الجهاز المناعي وبيحصل فيها ضمور بالطريقه دي. والاي ال اس، لا الاي ال اس مرض، لا هو بيحصل ضمور في الخلايا العصبيه اللي بتتحكم في العضلات. يعني البرزنتيشن او البرزنتيشن بتاعت المرض ده وده مختلفة، السيمتومز مختلفة. الـ ALS بيبتدي زي ما دكتور شريف قال في الكبار، بيبتدي بروجريسيف، بيبتدي ان المريض بيحس بنبضات في في العضلات العضلات بتاعت الأطراف دي أول حاجة، وبعدين يبتدي بيحس بنبضات. بيحس بنبض في العضلات. دي ممكن شخص عادي يحس بيها، بس في مريض الاي ال اس بتبقى مستمرة. اقوى ومستمره، مع ان هو بيبتدي يفقد الحركه في الاطراف بتاعته، ويبتدي الاطراف تخس، الجسم كله يخس لان العضلات مش مستخدمه، فبيبتدي يفقد وزن، وبعدين يبتدي يفقد القابليه على الكلام لان عضلات الكلام بتقف، عضلات البلع بتقف، بيبقى عنده مشاكل في البلع وفي الأكل. فساعات بيجي لهم برضو مشاكل في الرئة، نمونيا اللي هي التهاب رئوي نتيجة إن الأكل بيروح على الرئة. بعد كده بقى المرحلة الأخيرة المتطورة اللي هي بعد مرور مثلا كام سنة من المرض، بيبتدي بقى يأثر على عضلات التنفس، ممكن بقى يحتاج يتحط على فنتيليتر، ممكن يحتاج يعني تدخلات جراحية عشان يساعده يتنفس، وبيحتاج تدخل جراحي عشان يقدر ياكل لأن هو الأكل عنده مشكلة. فالبروجريشن بتاعه مختلف. الام اس لا، مرض مناعي أكتر، علاجه مختلف. الام اس بيعالج كمان بالكورتيزون، بيستجيب لأدوية زي الكورتيزون وكده. طيب خلوني اشرك معانا الدكتور محمود حميده، استاذ المخ والاعصاب في جامعه عين شمس. دكتور محمود مساء الخير. مساء النور. واحنا بنتكلم عن الاي ال اس او يعني مرض التصلب الجانبي الضموري، يعني الفكره ان المفترض انه المشاهد العادي ياخدها عن هذا المرض، بتقول ايه يا دكتور؟ والله هو المرض هو من أمراض الأعصاب اللي بتصيب الجهاز الحركي والعضلات الإرادية، وبيبقى ناتج عن ضمور في الأعصاب الحركية سواء كان في المخ أو في الحبل الشوكي،
ينتهي بتصلب او تصلب في العضلات او شد في العضلات، وكمان بيكون في زي تويتشز كده في العضلات او رجفه خفيفه جوه العضله عامله زي رفه العين، وتنتشر في عضلات متعدده، وينتهي الموضوع بالضعف والضمور. ده ممكن يأثر على عضلات اللسان فالكلام بيتغير، يأثر على عضلات البلع فبيبقى فيه صعوبة في البلع والحركة، وفي الآخر ممكن عضلات التنفس تتأثر ويبقى دي مرحلة متقدمة في المرض. طب حضرتك بتتكلم، احنا بنعرض فيديو قديم للاعب البيسبول الامريكي المعروف اللي اصيب بهذا المرض، والمرض سمي باسمه اللي هو لو جريك. بالضبط، لو جريك ده يعني اصيب بالمرض سنة 1939، ويمكن بعد سنوات مش كتيرة توفى بنفس المرض، ونظرا لان اللاعب ده كان له شهرة كبيرة قوي في امريكا يمكن اتسمى المرض باسمه فأصبح لو جيريك ديزيز. أيوه نعم. طيب يعني لسه كنت بسأل الدكتور شريف الخميسي في شيفيلد انه يعني من سنة 39 من ساعة ما اكتشف هذا المرض، وربما طبعا المرض ممكن يكون كان موجود قبلها يعني كان موجود من قبل كده من أكيد. 1800 حاجة و70 1874 أول مرة كان يتوصف المرض، ولغاية الآن ما فيش علاج. طيب لما بيجي لحضرتك مريض بهذا المرض، إيه الأدوية اللي بتخفف عنه؟ والله هو المرض ناتج عن ضمور في الخلايا، وهذا الضمور مجهول السبب حتى الآن. اتحطت نظريات متعددة تفسر ليه بيحصل موت في الخلايا، لكن ما فيش واحدة فيهم أثبتت بشكل كامل، وده اللي صعب إن احنا نلاقي دواء يشفي المرض شفاء كامل. طبعا مش معنى كده ان احنا ما نقدرش نساعد العيان. طلعت ادويه بسيطه زي الرايلوزاك بيحسن كفاءه عضلات البلع، طلع مؤخرا يمكن في 2017 الايدرافون، حقن بتتاخد في الوريد كل يوم، ورغم انها مكلفه جدا جدا انما هي قدرت تحسن شويه من كفاءة العضلات وتقلل الإعاقة الحركية في المرضى المصابين بكده. طبعا احنا الحلول مش بس دواء، لأن الأدوية بتلعب الدور الأضعف في رعاية المريض، لكن تحسين الحالة الغذائية، لأن العيانين دول مفروض يبقى لهم أكل يعني مخصوص لأنهم بيخسوا جدا، وكل هم بيقلوا في الوزن ده بيضعف العضلات أكتر. الناس دي ممكن نعمل لها علاج تخاطب، دكتور التخاطب يقدر يساعدنا في تحسين القدرة على الكلام، اللي ممكن يتعمل لهم ما يسمى بالإكيبيشنال ثيرابي، إن إحنا جزء من العلاج الطبيعي والتأهيل نحسن كفاءة عضلات التحسن التنفس والعضلات اللي بيستخدم بيها الأنشطة اليومية العادية. ولا ننسى أبدا الجانب النفسي في الموضوع، فالدعم النفسي والمجتمعي والمعنوي للمريض ما فيش شك بيحسن قدرته على انه يتعايش مع المرض وانه يقاوم المرض، وعلى الاقل الدور ده ما بيقلش ابدا في اهميته عن الادويه المتاحه حاليا واللي بتتكلف كتير جدا. فالدعم ده ما بيكلفناش كتير انما بيفرق مع العيان كتير. صحيح. المحيطين بمريض بهذا المرض الاي ال اس مفترض انهم ياخدوا بالهم من ايه؟ والله انا زي ما بشرح للمريض بشرح اكتر للاهل، لان الاهل بيبقى عندهم تساؤلات كتيره، وبيبقوا في مواجهه مرض بيتطور تدريجيا وبيبقى في النازل على طول، رغم كل الجهد اللي بيعملوه، يمكن سال اكتر من دكتور، يمكن عمل فحوص كتيره جدا، يبقى نتكلف مبالغ كبيره، ولكن في الاخر بيلاقي النتائج ما هياش مرضيه قوي. فهو لازم يتفهم طبيعه المرض، ولازم يساعد العيان معنويا، ولازم يبقى واقف جنب عيان محتاج يمكن المعاونة في أنشطته اليومية في الأكل والشرب واللبس والخروج والمشي والحاجات اللي زي كده، والحاجات دي يعني بتزداد كل ما المرض بيتقدم. المرض ليس معديا على الإطلاق، المرض مش متأكدين أسبابه إيه، وبالتالي ما أقدرش أقول للعيان ابعد عن كذا أو الأهل ابعدوا عن كذا، لأنه كلها نظريات محطوطة. يعني مثلا اتحط التدخين من الحاجات
اللي هي بتزود الريسك انك انت يجي لك المرض. الخبطات اللي في الدماغ المتكرره، ولذلك لاحظوها في بعض لاعبي كره القدم، لان هم بيتعرضوا لضربات بالراس متكرره، ويمكن ده مع الوقت يساعد على موت الخلايا، واثر ده يظهر بعد سنين طويله من ممارستهم للحكايه دي. هي لقوا ان الناس اللي بتتعرض للمبيدات الحشريه وبعض الكيميكالز او الهيفي ميتالز زي الرصاص مثلا بيبقوا اكثر عرضه من غيرهم. لقوا ان الناس اللي في الخدمه العسكريه لاسباب غير معروفه بيبقوا مؤهلين اكثر من غيرهم ان يجي لهم المرض، وتحطوا يعني احتمالات لكن لم تثبت بشكل قاطع حتى الان الحاجات اللي بالشكل ده. فطبعا يعني احنا بنشرح وبنشوف ايه اللي ممكن يكون مزود، ولكن الحقيقه ما عندناش حتى الان سبب مؤكد ووحيد لظهور المرض. اغلب الحالات بتبقى حالات كده سبوراديك طالعه من غير اي تاريخ اسري، وفي نسبه قليله جدا جدا بيبقى ليها العامل الوراثي موجود فيها. وانتهوا الى ان وجود العامل الوراثي اللي هو موجود من ولاده المريض زائد الانفايرمنتال فاكتورز او العوامل البيئيه المحيطه، تفاعل الاثنين مع بعض هو اللي بيشجع على ظهور المرض في سن قد يكون ما بين ال50 وال60، ولو اننا احنا لقينا حالات اصغر من كده كتير وبيجي لها نفس المرض اللي هو الموتور نيرون ديزيز، اللي واحد منه الـ ALS او التصلب الدموري الجانبي. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود حميده استاذ المخ والاعصاب في جامعه عين شمس. هرجع لضيفي الكريمين، بس خلينا نتكلم عن المساندة والتضامن والمساعدة. الحقيقة مع ظهور حالات التضامن والمساندة والدعم لمؤمن زكريا من كل لاعبي مصر، الأهلي والزمالك والأندية كلها تقريبا، وحتى احتفال محمد صلاح الأخير، كل ده بيؤكد أن كرة القدم لها وجه آخر غير الصراع غير المنافسة. خلونا نشوف تقرير يرصد ملامح كرة القدم بين الحب والصراع. في ملاعب كرة القدم عالم آخر، آسر وساحر له تاريخه الذي يحدد قيمتك في مسيرة الساحرة المستديرة، وجغرافيته التي تحدد موقعك في الملعب، وله أسراره وخفاياه، حيث المتعة والإثارة، حيث فرحة النصر التي تأتيك على حين غفلة ثم تنتزع منك انتزاعا في الثواني المعدودة. عالم يرسم على ملايين الوجوه ملامح الانتصار والانكسار. إنه عالم الانتماءات والولاءات، لا يعترف بالتوقعات ولا بموازين القوى. إنه عالم يشعرك أن المنافسة والصراع هما الأهم داخل حدود الملعب، وأن الكرة التي سكنت شباك الحارس هي المبتدأ والمنتهى. مؤمن زكريا في أول قمة للمارد الأحمر. يا نهار أبيض يا مؤمن يا زكريا. لكن لحظات استثناء في عالم كرة القدم تربك كل حساباتنا التي عرفنا، تجعلنا أقزاما أمام أنفسنا، وتدفعنا لمعرفة حقيقتها التي لم نعرف. فلهذه اللعبة أهداف أخرى غير التي تسكن الشباك، وملاعبها ليست الكرة الأرضية التي نعيش عليها، إنها اللحظات التي تعيدنا إلى حقيقة أننا في ساعات ترفيه وتسلية لا أكثر. فنحن خارج حدود هذا العالم الضيق، مشتركون في الحلم والتحدي، في اقتسام الخبز والضحكات. تختلف الألوان والأعلام، لكن هنا وهناك لنا صاحب، نبكي فيبكي معنا، نغني فيغني معنا، فنحن نعيش معا ونرسم حلمنا معا، ونعرف الحب كما لم نعرف غيره. الدكتور مدحت العدل معايا دلوقتي على التليفون. دكتور مدحت مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يمكن احنا شفنا دلوقتي تقرير جميل من زميلنا هشام سلام عن النجم مؤمن زكريا واهميه الدعم النفسي لمؤمن زكريا. تقول له ايه يا دكتور مدحت؟ اقول له احنا كلنا بنحبك،
وانت لاعب بغض النظر بتلعب فين او بتعمل ايه، الرياضه هي سمو بالاخلاق وبالاحترام، وانت انسان مصري جميل وشاب مكافح ومحترم، وكلنا بنتمنى لك السلامه، وكلنا بنحبك، وكلنا بنقول يا رب ترجع تملى الملاعب حيويه وسرعه واهداف، حتى ان شاء الله في الزمالك اللي انا بحبه، لكن انت ترجع بس اهم حاجه. وانا سعيد جدا ان محمد صلاح عبر عن المشاركه الوجدانيه معاه في اخر ماتش لعبه مع ليدز يونايتد، وده شعور الشعب المصري كله من اصغر حد لاكبر حد، وبدعي كل المصريين يتضمنوا ويبعتوا له رسائل يرجع بمليون الف سلامه مؤمن زكريا لناديه والاهل والاسرته والبيت. وجميل جدا هذا الدعم النفسي من كل اطياف المشجعين الكرويين طبعاً في مصر. طبعاً يا دكتور مدحت، طبعا ربنا يرجعه بألف سلامة، هو زي ابني وزي ابن كل المصريين واخ لكل المصريين، فكلنا بنتمنى له السلامه يا رب، ان شاء الله يرجع سالم غانم لبلده ان شاء الله. وهذه المواقف يمكن بتقول او بتبرهن ان احنا فاهمين كره القدم غلط، فاهمينها انها صراع ومشاكل وخناقات اطلاقا اطلاقا. في المرض بيتوحد الجميع وبننسى اللي هي في الاخر اسمها منافسه خلاص. وعلى فكره انا كمان بشكر معالي تركي الشيخ الرجل المحترم اللي هو مؤمن نفسه وشكره، واخد بالك، لان الراجل لا تفوته فائته في هذه الاشياء، وبيثبت ان احنا العرب كلنا واحد وكلنا بنقف مع بعض في لحظات الشده. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والسيناريست المعروف دكتور مدحت العدل، شكرا جزيلا، وبنضم صوتنا لصوت الدكتور مدحت في دعم مؤمن زكريا. وفعلا صورة جميلة جدا انه كل المشجعين اهلي وزمالك واسماعيلي ومصر، كل الاندية واقفة ومشجعينها واقفين ورا مؤمن زكريا. ربنا يكتب له الشفاء يا رب ويرجع بالسلامة. اروح للدكتور شريف لو كل لسه معايا لسه الدكتور شريف. دكتور شريف، يمكن الابحاث التي يعني تدور وتجري حاليا في هذا المضمار، يعني مش عارف هل السؤال في محله ولا لا، يعني امتى ممكن نلاقي يعني ولو بصيص امل للمرضى بهذا المرض؟ والله انا حابب في الاول بس اضيف حاجه بسيطه على اهميه ممارسه التمارين الرياضيه البسيطه للمرضى الـ ALS يعني، وبالذات الحاجات اللي هي بتحسن الروح المعنويه والطاقه النفسيه والكلام ده زي اليوجا مثلا، لان هي اظهرت بعض النتائج الدراسات اللي اتعملت مؤخرا. كان في برضه نوع من انواع عدم الاتفاق على اهميه او جدوى مثل هذه التمارين، لكن في دراسات اتعملت مؤخرا بتؤكد انها بتفيد المرضى بشكل ملحوظ، وده بيؤكد على أهمية إن المرض ده ما هوش إن إحنا بس نفكر في علاج السبب بتاعه اللي هو الدمور الأعصاب اللي بيؤدي دمور العضلات، ولكن في حاجات كتير تانية ممكن نعملها بنقلل قسوة المرض على المريض. بالنسبة بقى للعلاج الأساسي، طبعا زي ما الدكتور تفضل وقال، في بعض العلاجات اللي هي موجودة دلوقتي في السوق دي كلها بالياتيف، يعني حاجات مساعدة ما بتعالجش الأساس. في الأبحاث اللي اتعملت حديثا في بعض النظريات كتير قوي، صعب تقول مين فيها صح ومين فيها ما هوش دقيق بالشكل الكافي يعني، ولكن لو سبب هذا المرض هو سبب جيني، إذن العلاج بالجين ثيرابي أتخيل إن هو إن شاء الله هنلاقي طفرة قريبة مش بعيدة في خلال كام سنة اللي جايين في علاج ALS اللي بيصيب الكبار من خلال الجين ثيرابي. لو كان السبب ما هوش جينيتك، ما هوش سبب جيني، طبعا هنا الإجابة بتبقى يعني صعبة، ولسه العلم والعلماء والأبحاث أقدر أقول إن هم بيتخبطوا علشان يفهموا السبب ايه. طيب دكتورة ريهام، هل لانه المرض ده نادر جدا، هل ده بيخلي انه
مراكز الأبحاث شركات الأدوية مش متحمسة أنها يعني تدور عن علاج لهذا المرض باعتبار أنه ده مش مربح. أكيد أكيد بدم زي ما قلت حريك هو 5 أشخاص في كل 100,000 فالعدد قليل جدا, ففعلا هو بيبقى فيه يعني الانترست في أن هم يتعمل عليه أبحاث أو أن شركات الأدوية تدعم مشاريع وأبحاث عشان يلاقوا أدوية أحسن ليه بيبقى طبعا أقل من الأمراض التانية زي دايابيتيس كانسر وهكذا. طيب برضو أرجع لنقطة يعني مهمة, وإحنا شايفين مثلا الحالات اللي إحنا تكلمنا عنها حالة مؤمن زكريا وحالة اللاعب الأمريكي يمكن في الثلاثينات, هل ممكن نقول إن المرض ده مرض شبابي يعني بيصيب الشباب مثلا؟ لا ما نقدرش نقول كده, زي ما دكتور شريف قال هو الأكثر يعني انتشارا هو ان هو بيصيب الناس بعد الأربعين سنة, في اللي هو معظم الناس بيجي لها بعد 40 سنة, بس بيبقى في حالات في الشباب فما زي نقدرش مؤمن زي مؤمن بالظبط. وستيفن هوكينج اعتقد هو الفيزيائي بدأ وهو شاب برضه, فبس سبحان الله يعني ربنا يديله الصحة هو يعني عاش بيه فترة طويلة لحد دلوقتي هو 70 سنة. لا هو توفى يعني هو توفى اوكي من فترة قريبة بس عاش بيه فترة طويلة جدا لغاية السبعينات يعني بالظبط, فما نقدرش نقول انه هو شبابي يعني هو بيصيب الكبار والشباب احيانا. طيب يعني برضو سؤالي للدكتور شريف, يعني واضح انه في اهتمام عندكم في الجامعه بهذا المرض يا دكتور شريف, هل هو اهتمام منصب على هذا المرض تحديدا ولا جمله امراض يعني عصبيه مشابهه لهذا المرض؟ لا والله هو طبعا هو الاهتمام في الأمراض العصبية بشكل عام زي مرض الباركنسون اللي هو طبعا منتشر عنه بكتير, إنما الباركنسون يمكن يعني تحقق فيه نوع من أنواع الطفرات في العلاج دلوقتي, لكن الاهتمام بالتحديد على الموتو نيرون ديسيز اللي هو أحد أنواعه اللي هو اللي بيصيب الكبار اللي هو LS في أوروبا بشكل عام وفي إنجلترا بشكل خاص وبالتحديد في الجامعة اللي أنا فيها واخد اهتمام كبير جدا. يعني احنا عندنا انستيتيوت كامل مركز كامل قائم على البحث على هذا المرض اسمه سيتوان, ده موجود علشان بيبحث فقط على هذا المرض, وفي مرضى كتير بتجيلنا كل يوم وبنشوفها وبيتعمل عليهم الأبحاث وداخلين في الكلينيكال ترايلز. يعني من الحاجات اللي بقول حضرتك عليها ديت بيبقى فيه بالذات في الجين ثيرابي يعني بيبقى فيه كول بيبقى فيه بنقول للمريض طبعا الكلينيشن انا مانيش كلينيشن بس الطبيب المعالج بيقول للمريض والله ده في الدواء الفلاني واحنا في مرحله ان احنا بنجربه, هل تحب ان انت يعني تخش في هذه التجربه؟ وعايز اقول لك ان الريت 100% يعني 100% ما فيش مريض بيتقال له تيجي تشارك معانا في الكلينيكال ترايل ويقول لا بالتأكيد. ليه؟ لانه ما عندوش حل تاني طبعا ما عندوش اختيار اخر. فلا في تركيز جامد جدا في الجامعه اللي انا فيها دي على هذا المرض, وفي كلينيكال ترايلز تجارب كلينيكيه كتير على هذا المرض, والنتائج بالذات للاسباب الجينيه لهذا المرض اقدر اقول انها مبشره اللي هو العلاج الجيني ده بالتحديد. ربنا يعني يوفقكم فعلا يعني وتلاقوا الطريق لرسم الابتسامة من جديد على شفاه المرضى وزويهم وخاصة نجمنا مؤمن زكريا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف الخميسي أستاذ طب الجزيئي ورئيس قطاع الأبحاث في جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة, دكتورة ريهام عطية عضو الفريق البحثي لتحديد النوع الجيني لمرض التصلب الجانبي, والخبير في تلف الحمض النووي. شكرا جزيلا دكتورة ريهام, وبضم صوتي لصوت دكتورة ريهام ودكتور شريف ودكتور مدحت العدلي ودكتور محمود حميدة اللي اتكلم معنا قبل قليل في أهمية الدعم نفسي لمرضى الـ ALS أو مرض التصلب الجانبي الضموري. يعني خلينا
نساهم ولو بقدر يعني صغير كده في دعم مؤمن زكريا زي ما بيحصل من صحابه من زمايله في معظم الأندية. ياريت لو كان في صفحة لمؤمن زكريا على فيسبوك نكتب لمؤمن زكريا وندعمه ونساعده، وياريت حتى لو حد عنده التليفون بتاعه يكتب له SMS يبعت له يعني رسالة صغيرة قصيرة على الفيس على الواتساب، لأنه ده فعلا واضح من خلال كلام الضيوف الكرام أنه ده بيساهم مساهمة كبيرة جدا في العلاج أو في الدعم النفسي على الأقل. تمنياتنا بالشفاء للكابتن مؤمن زكريا ولكل المرضى بهذا المرض النادر، وربنا يديكم الصحة جميعا. بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام، نشوفكم بكرة بإذن الله، تصبحوا على خير.